الزمن لقد صرخت بالعروب من الدماء يموت نفوس ويحيا الوطن لترب السماء الكبير عنها لترب السماء الكبير عنها إلى عز كل استدامة لها إجاد البلاد وشبانها فلا عاش في كل سلطانها ولا عاش من ليس من جندها يموت ويحيا على عهدها حياة الفراق وموت العقاب وما تنهب يا حماة الهمم هلم هلم ومجد الزمن وقد صارخت بالعروق مجدها نموت نموت ويحيا الوطن ولن السواعد بين الامم سطورا سطورا شهاد الامم سواعد يهتز طوعها العلم يباهي به ويباهي بنا وفيها تباهي العلا والهمم وفيها طبان من المنى وفيها لاعداء دون استقام وفيها لمن سلمون السلام وما كالحمى يا حماة الهمم هلمت هلم لقد صرخت بالعروق مجدها نموت نموت ويحيا الوطن إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القضاء ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقلب أن ينشفى وما تنهب يا حماة الهمم مرحبا بالجميع في هذا النقل المباشر لوقائع النقطة الإعلامية حول الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وأحيل الكلمة إلى السيد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حضرات السيدات والسادة ضيوفنا الكرام السيدات والسادة المشاهدين والمستمعين على القناة الوطنية الأولى والإذاعة التونسية بحمد الله وتوفيقه أنهينا اليوم المسار الانتخابي الرئاسي لسنة 2024 بعد عمل دؤوب قامت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ صدور أمر دعوة الناخبين وظلت خلاله وفية لمبادئها ومحافظة على مهنيتها وحيادها واستقلالية قراراتها وحريصة كل الحرص على انتهاج الممارسات الفضلى في المجال الانتخابي وضمان انتخابات حرة ونزيهة وبفضل ما راكمته الهيئة من تجارب في مجال تنظيم الانتخابات وتضافر كافة الجهود تم إنجاز مختلف العمليات المقررة في الرزنامة الانتخابية واجتياز كافة المراحل التي استعدت لها الهيئة وتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 وحيث عملا بمقتضيات الفصل 148 فقرة ثانية جديدة من القانون الانتخابي كما تم تنقيحه مؤخرا بمقتضى القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2024 المؤرخ في 28 سبتمبر 2024 والذي ينص على ما يلي تصرح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل 48 ساعة من توصلها بآخر قرار صادر عن محكمة التعقيب بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية أو بعد انقضاء أجل الطعن وذلك بقرار ينشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
وتبعا لذلك نتولى على بركة الله تعالى الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 في الآجال القانونية، وبعد انقضاء آجال التعني دون تسجيل أي تعن لدى محكمة الاستئناف بتونس في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية من طرف المترشحين المقبولين نهائياً عملاً بمقتضيات الفصل 145 مكرر جديد من القانون الانتخابي، حيث اجتمع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عشية اليوم الجمعة 11 من شهر أكتوبر 2024 بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجمة الزهراء، والتي وضعته وزارة شؤون الثقافية مشكورة على ذمة الهيئة، وصادق المجلس بإجماع أعضائه على القرار الآتي نصه: قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 552 المؤرخ في 11 من شهر أكتوبر 2024 والمتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية لسنة 2024. إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مايو 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى الأمر عدد 403 لسنة 2024 المؤرخ في 2 جويلية 2024 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، وعلى الأمر عدد 468 لسنة 2024 المؤرخ في 3 سبتمبر 2024 المتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وسقف التمويل الخاص وشروطه، وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 543 لسنة 2024 المؤرخ في 4 جويلية 2024 والمتعلق برزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024. وبعد الاطلاع على محاضر مراكز الجمع والقرارات التصحيحية الصادرة عنها، وعلى محضر المكتب المركزي المكلف بجمع نتائج الاقتراع، وبعد التثبت من احترام الفائز لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها تطبيقاً لمقتضيات الفصل 143 من القانون الانتخابي، وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 7 من شهر أكتوبر 2024 المتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، وبعد انقضاء أجل الطعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 دون تسجيل أي طعن فيها، وبعد مداولة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 من شهر أكتوبر 2024 يصدر القرار الآتي نصه: الفصل الأول: آلة عمليات الاقتراع والفرز والتجميع إلى النتائج النهائية التالية: أولاً، المعطيات العامة: العدد الجملي للناخبين المسجلين 9,753,217 ناخب. العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت 1,808,548 ناخب. العدد الجملي للأصوات المصرح بها لكل المترشحين 1,689,408 صوتاً. العدد الجملي لأوراق التصويت الملغاة 84,953 ورقة. العدد الجملي لأوراق التصويت البيضاء 34,187 ورقة. ثانياً، عدد الأصوات المصرح بها لكل المترشحين: المترشح السيد العياشي زمال، وتحصل على 197,551 صوتاً بنسبة 7.35%. المترشح السيد زهير المغزاوي، وتحصل على 52,903 أصوات بنسبة 1.97%. المترشح السيد قيس سعيد، وتحصل على 2,438,954 صوتاً
بنسبة 90.69%. الفصل الثاني تبعاً لحصول المترشح سيد قيس سعيد على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها، تصرح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بفوزه نهائياً في الانتخابات الرئاسية لسنة 2024. الفصل الثالث ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة وينفذ حالاً. حضرات سيدات والسادة، عملاً بمقتضيات الفصل 148 من القانون الانتخابي، فسيتم نشر قرار النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وإرسال نسخة منه إلى كل من السيد رئيس مجلس نواب الشعب والسيد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم لترتيب أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية أمام المجلسين مجتمعين عملاً بالفصل 92 من الدستور. سيداتي سادتي، ما كان للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تنجح في تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي الرئاسي لولا إرادة وعزيمة أبنائها مجلساً وإدارة تنفيذية، وهي مناسبة لأتقدم لهم جميعاً بخالص عبارات الشكر والامتنان على ما برهنوا عليه خلال كامل المسار الانتخابي من حماس وانسجام كالبنيان المرصوص، وعلى ما تحلوا به جميعاً من حياد واستقلالية، وما بذلوه من مجهودات كبيرة في سبيل إنجاح الانتخابات الرئاسية لسنة 2024. فلقد حرصت الهيئة على العمل على كافة المحاور بدءاً من تحين السجل الانتخابي ومروراً بفترة قبول الترشحات والبت فيها ووصولاً إلى فترة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع والإعلان عن النتائج. هدفها الأسمى في ذلك هو إتاحة الفرصة لكافة الناخبين الذين فاق عددهم 9.5 ملايين ناخب مسجل من ممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية وفي أفضل الظروف وأيسرها، وهي فرصة للتنويه بالمبادرات الخاصة التي أنجزتها الهيئة خلال مختلف مراحل العمليات الانتخابية، ومنها بالخصوص على سبيل الذكر وليس الحصر التسجيل الآلي لأبنائنا من الجيل الثاني والثالث بالخارج والحاملين لجوازات سفر بدون بطاقات تعريف وطنية، وعددهم حوالي 222,000 ناخب. تطوير وتدقيق التسجيل الآلي بالداخل لقرابة 71,000 ناخب قاموا بتجديد بطاقات تعريفهم الوطنية. تقريب مراكز الاقتراع من التجمعات السكنية، حيث تم تركيز أكثر من 113 مركز اقتراع جديد في المناطق الريفية والنائية التي لا توجد فيها مدارس ابتدائية، وذلك بإحداث مراكز اقتراع في المستوصفات ومكاتب البريد والجمعيات المائية، علاوة على تركيز 55 خيمة اقتراع في التجمعات السكنية النائية التي لا تحتوي على مقرات لمؤسسات عمومية، وذلك فضلاً على مكاتب الاقتراع المعهودة بالمدارس الابتدائية والتي ناهزت 5,000 مركز اقتراع. التصويت الحر الذي مكن الناخب التونسي سواء المقيم أو المتواجد بالخارج أيام الاقتراع من الإدلاء بصوته في أي مركز اقتراع قريب له بغض النظر عن المكان المسجل فيه، وهي مبادرة تعد الأولى من نوعها منذ إحداث الهيئة، وقد أدت هذه الخطوة إلى نتائج إيجابية من حيث الترفيع من نسب المقترعين، حيث تمكن أكثر من 55% من الناخبين بالخارج من التصويت في مراكز اقتراع غير المسجلين بها، وبلغ عدد المنتفعين بهذا الإجراء الجديد حوالي 56,000 ناخب من أصل قرابة 102,000 ناخب تونسي صوت بالخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024. دعم العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة وتنظيم عمليات بيضاء لمحاكاة عمليات الاقتراع بمختلف أصنافها وتهيئة مراكز الاقتراع لاستقبالهم في أفضل الظروف، وقد أفضى هذا المجهود إلى تمكين حوالي 40,000 ناخب حامل الإعاقة من ممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية واستقلالية، أي بنسبة 33% تقريباً من الناخبين المسجلين من حاملي الإعاقة.
سيدتي سادتي، لا يسعنا في الختام إلا أن نجدد شكرنا لكافة أسرة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وخاصة عشرات الآلاف ممن عملوا ميدانيا في كامل ربوع البلاد من أجل إنجاح الانتخابات الرئاسية، وكانوا شهود عيان على نزاهة العملية الانتخابية، وأخص بالذكر أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع، أعوان التحيين، أعوان مراقبة الحملة الانتخابية، المنسقين المحليين، أعوان تجميع النتائج، أعوان التنفيذ بالإدارات الجهوية، المكونين الجهويين ومساعديهم، إطارات الإشراف بالإدارات الجهوية، المكلفين بالشؤون الإدارية والمالية، المديرين الجهويين للهيئة، رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات بالداخل والخارج، أعوان وإطارات الإدارة المركزية، ديوان مجلس الهيئة، الإدارة التنفيذية للهيئة. وختاما، زملائي أعضاء مجلس الهيئة الذين أشرفوا على كل كبيرة وصغيرة طيلة المسار الانتخابي، وخاصة العنصر النسائي في مجلس الهيئة. وبهذا نكون قد توجنا بكل ارتياح واعتزاز ورضا مسارا انتخابيا رئاسيا هاما برهنت خلاله الهيئة على حيادها واستقلالية عملها ومصداقية وحكمة قراراتها، وسوف تظل كما عهدها التونسيون والتونسيات أمينة على أصواتهم وإرادتهم الحرة والواعية. وهي مناسبة يسعدني ويشرفني أن أتقدم خلالها أصالة عن نفسي وباسم زملاء أعضاء المجلس وكافة إطارات وأعوان الهيئة بأسمع عبارات التهاني إلى رئيس الجمهورية المنتخب على تجديد الثقة فيه من قبل الشعب التونسي في انتخابات حرة ونزيهة عبر خلالها الشعب عن إرادته بكل حرية ومسؤولية. يقول الله جل وعلا في محكم تنزيله: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.